بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرصد الأحداث حول مصر الكنانة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام، في حلقتنا اليوم وفي هذا البرنامج عموما والذي خصصناه لما دار من ثورة في مصر الحبيبة، تدور أحداث هذه الحلقة ويكون موضوع هذه الحلقة حول يعني بعض الأصوات التي خرجت لتنادي بتغيير المادة الثانية من الدستور المصري، والذي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. خرجت بعض الأصوات علينا أثناء الثورة وما بعد المكاسب التي حصلت عليها تلك الثورة تنادي بهذه المسألة على استحياء. نعرف حقيقة هذه المسألة وحقيقة الثورة المصرية وما جرى بها وما دار فيها وماذا يترتب على يعني من مكاسب حول هذه الثورة. ويسعدنا أن يكون ضيفا كريما عزيزا علينا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي الداعية الإسلامي الكبير. نرحب بك فضيلة الدكتور. أهلا مرحبا. أهلا مرحبا. يعني أبدأ مباشرة حتى لنضيع الوقت ونحرم مشاهدينا الكرام من عالم مثلك. يعني مرت مصر في الأيام الماضية بأيام عصيبة كلنا قد شاهدنا يعني ما حدث بها. كيف كان أثر هذه الأيام عليك شخصيا؟ الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذه الأيام لم تمر بنا قط في تاريخ عمرنا. وأظن أن مثل هذه الثورة ليست في التاريخ المعاصر ولا في القديم. من أيام الفراعنة غير مسبوقة، لم يحدث مثل ذلك. نعم. طبيعة الشعب المصري غريب جدا لأي متأمل أو لأي حاسب أن هو يحدث منه ذلك، لكن الإنسان تلفت نظره مباشرة قدرة الله عز وجل على تقليب القلوب. زال منها الخوف، حل الخوف في قلوب الآخرين الذين كانوا يتربصون بكل من يعني يخالف في شيء ما. الأمر يتغير بقدرة الله عز وجل، الله عز وجل مقلب القلوب. الإنسان بيتفكر كثيرا أحداث رأيتها، طبعا بلا شك الإنسان شعر كم هي عظيمة نعمة الأمن. نعم. عندما غابت الشرطة مرة فجأة، الشارع أصبح فيه خطورة مع خروج كثير من المجرمين من السجون، حصول أعمال بلطجة في بعض الأماكن. بلا شك كان هناك مبالغة في كثير من الإشاعات، لكن الحقيقة أن نعمة الأمن نعمة عظيمة جدا. قد ذكر الله عز وجل في كتابه أنه يعاقب أمما بنزع نعمة الأمن منها. وضرب الله مثلا قرية كانت أمينة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شبح الجوع كان أيضا مطل. أنا كنت في قلق شديد جدا وما زلت في الحقيقة في قلق على مستقبل البلاد، لأن هذه البلاد بلدي وأهلها أهلي، ولذلك الإنسان بيخشى أن تزداد أو تستمر طريقة فوضى يعني تدمير لاقتصاد البلاد. الإنسان يخاف أن تتحول أيضا نعمة يعني الكفاية المولودة حتى لأدنى الطبقات بدرجة ما إلى خطر الخوف والجوع. الحقيقة أثر علي ذلك أيضا في تأملي كيف تتبدل الدنيا. الله عز وجل يداول الأيام بين الناس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. في الحقيقة أمر يعني تبدل الأحوال بالسرعة العجيبة جدا التي وقعت يجعل الإنسان يتوقف، يرى أن الدنيا لا تدوم لأحد. الدنيا قليل وفاؤها، كثير جفاؤها، شركاؤها هم يعني أسوأ أنواع الشركاء. الإنسان لا يجعل الدنيا فوق رأسه، يجعلها نعلا في رجليه. نعم. وإلا ربما تذيقه ألوان الهوان في آخر العمر، نسأل الله العافية. والإنسان في الحقيقة بيشفق على كل من يعني أصابته المصائب.
أنا شفقة من أرجو أن تكون من جنس شفقة إبراهيم عليه السلام على يعني ومجادلته عن قوم لوط، لأن الله عز وجل قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثم أتفكر أيضا في يعني مواقف يوم القيامة، لأن ما حدث يشبه ما يعني صورة مصغرة لما يكون يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. خطر عظيم جدا، خطر عظيم جدا. إنسان يجد كل ما يملك قد ضاع منه مرة واحدة. خطر ما إن أتباعه أصبحوا أعداء له، من كان يطيعه صار ممن يعني يقدح فيه وممن يعني يسعى في أذاه. خطر كبير جدا. طيب دكتور، يعني هذا يعني أثر شخصي عليك. نعم. وقد قيل إن الأمن هو اللي أطلق هذه هؤلاء البلطجية وسحب الأمن والشرطة من الشارع كي يقايد النظام ما بين الأمن وما بين بقائه شخصيا. لكن نعود إلى دور الدعوة السلفية في هذه الأيام العصيبة. الحقيقة مباشرة في نفس الليلة التي غاب فيها الأمن. نعم. اتفقنا مع جميع الإخوة، وكان صدر أول بيان من بيانات الدعوة بسرعة محاولة تأمين الجبهة الداخلية بكل ما يمكن، بمعنى تأمين ممتلكات الناس مسلمهم وغير مسلمهم، أرواحهم، أن تحصل في اللجان الشعبية اللي كانت تم دي. كان بدايتها بفضل الله سبحانه وتعالى في الإسكندرية عندنا ببيان رقم واحد من الدعوة السلفية لجميع أبنائها بأن هم يقوموا بهذا الدور في كل أحياء إسكندرية. وأيضا نشرنا هذا الكلام في كل محافظات فيها إخوة يعني يلتزمون بالدعوة السلفية. وبالفعل تم ذلك، وتم بفضل الله عز وجل أعمال من الخير كثيرة. كان أبسطها أن ربما أخ واحد فقط اللصوص كانوا عايزين يقتحموا أحد البنوك، فقال لهم لا ابعدوا عن البنك ده بمجرد إشارة بس، طب حاضر يا عم الشيخ، وانصرفوا. بعض اللصوص أيضا بعد اقتحام حي المنتزه وتدميره بالكامل طول الليل قاعدين سهرانين يكسروا الخزنه، خزنه فيها كل رواتب الموظفين سبحان الله، فيها نحو نص مليون جنيه. وعلى بعد الفجر كنا قلنا الاخوه لازم تدوروا على اي حاجه وتنصحوا الناس، ومش بالعنف والقوه ابتداء، لابد ان ننصحهم بان ده امر محرم. الخزنه خزنتين، كانوا خزنه صغيره كان في 200 واحد اعتقلوا عليها. اول ما شافوا احد الاخوه قالوا ادوها للاخ فلان، وصلوها للشيخ ياسر في المسجد وحطناها في مكان امن لغايه ما قمنا تستسلمها للجيش لما عادت دخلت قوات الجيش. الخزنه الكبيره بقى دي كانت خزنه هائله جدا، ولا 10 افراد يستطيعوا تحريكها فقط مش حملها. وهم ظلوا طول الليل يكسروا فيها وطلعوها من الجدار. وبعدين بمجرد ما شافوا الاخوه الصبح بعد هم طالعين من صلاه الصبح وقالوا لهم ايه اللي بتعملوه؟ طب حاضر هنسيبها عم الشيخ، سابوها الاخوة جابوا عربية. كيف يستصيغ ان ياخذ حتى لو كان مال عام مال دولة؟ يعني العكس، ده مال العام، ده المال العام أخطر. ده اخطر. ان ربنا قال ومن يغلل يأتي بأغل يوم القيامة. ده حق الملايين دول كلهم لهم حق فيه. وحافظنا على الخزنة دي والله. مال واحد كده فضلت الشيخ ياسر يعني انت عارف، وممكن بعد كده تراجع نفسك تروح تدهوله. انما الملايين دي هتدار عليهم فيها ايه؟ فبفضل الله سبحانه وتعالى قعدنا 3 أيام على بال ما جت قوة من الشرطة العسكرية وقمنا بتسليمها لها في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية. والكلام ده تكرر بقى بما في ذلك يعني المجرمين كان في ايدي بعض يعني او بعض الناس، هم الحمد لله اظن سلوكهم تغير كتير جدا بعد شعورهم بالمحنة. كان في ايديهم اسلحة وكذلك الاخوة كانوا بيجمعوا هذه ويسلموها للجيش، لان الكلام ده خطر كبير جدا. فهذا العمل انا شفت بعد نهب مؤسسات صحية في بجوار قسم الرمل تاني ومؤسسات بتاعت الدولة كتيرة جدا، شفت كمية المسروقات. شارع عرضه حوالي 10 متر، المسروقات الاخوة عملوا حملات للتوعية بالتوبة ان اي حد خد هذه الاموال حرام عليه ياخدها الله ويتوب الى الله عز وجل ويرجعها. انا رحت شفت البتاع، شارع كامل مليان نصه مسروقات، ثلاجات وغسالات ومكاتب وابواب وشبابيك
وكميه هائله لغايه النهارده حصل هنا في جامعه الدول العربيه مصر الاسواق الحره الثلاجات والغسالات كانت بتدخل الصبح بفضل الله سبحانه وتعالى الاخوه فضلوا حارسينها ولسه حارسينها لغايه دلوقتي لان لسه في جهات لم تستطع تسلم كميه المسروقات الكبيره جدا الى الان موجود عندها. قعدنا بعد والاخوه بيعملوا علينا ماتشات 24 ساعه حراسه والناس بتجيب اكتر وده كان دور بلا شك دور عظيم جدا اساسي. دور تاني مهم جدا احب ان انبه عليه ان احنا محتاجينه فعلا. الاسعار غليت جدا. الطماطم وصلت 8 جنيه وبعدين الاخوه قالوا لا احنا لازم نجيب البضاعه الخضار والفاكهه ونعمل مراكز لبيعه. جابوها من الغيطان مش من الوكاله. من المنبع نفسه. نعم. وجابوها وبداوا يبيعوا هي وقلنا كل واحد ياخد كفايته فقط ليوم واحد. ده انتوا بتتكلموا على مدينه كامله يعني كام مليون لا مش طبعا مش هقدر اعطي كام مليون بس احنا يعني. عملنا مراكز مختلفه. كنا بنقول للاخوه في مركز مثلا جنب المكان الفلاني في اربعه بيبيعوا خضار وصلت الطماطم لجنيه ثم 75 قرش. اظن الامر ده كان يعني طوابير من الناس وكان له اثر كبير جدا اكبر من الكلام اللي بنتكلمه. واكبر من الخطب والدروس بالظبط. بالاضافه للدور الدعوي وهو ان احنا فعلا لازم نتقي الله سبحانه وتعالى. لازم نحافظ على المال العام. لازم نحافظ على المال الخاص اموالنا واموال غير المسلمين كذلك. يعني عشان ما حدش يقول ده السلفيين دول مثلا عايزين يقتلوا الناس. لا بالعكس ده احنا قلنا هنحمي ارواح وممتلكات الاقباط لدرجه ان هم اللي قالوا لو الدكتور ياسر قال افتحوا دكاكينكم يبقى احنا هنطمن نفتح الدكاكين. وده اللي حصل. الله يعني صورة جميلة يعني محتاجة تتصور كده وتتعمل بتصور على موقع انا السلفي. نعم. حاجات طيب بالمنظر ده. فضيلة دكتور يعني الاخوة في العملية هم اللي حموا مستشفى العملية. ومن الهجوم اللي كان يراد بها لدرجة المستشفى عاملة شهادة تقدير للاخوة في العملية الاخوة السلفيين لان هم اللي حموا المستشفى. والكلام ده على كافة المستويات وجاء يعني هو ده دور المسلم فعلا. وده دور عظيم جدا. ان يريد اماما فعال لا امام القوات بلا شك. احنا في حصل يعني محاولة تعضيد. احنا وجودنا في المظاهرات كان ممكن يعمل اجهاض ليها في الحقيقة لو صبغت بصبغة ملتحين كلهم. ما اظنش ان العالم كان هيقف وقفة شديدة جدا ان يقول لابد من استجابة. طيب انا عايز اقول المؤتمر السلفي اللي عملته في الاسكندرية اكدت وباقي الاخوة على ضرورة عدم المساس في المادة الثانية من الدستور. ايه ليه يعني؟ الحقيقه ان المظاهرات قامت والثوره قامت لرفع الظلم. مفيش ولا واحد من المتظاهرين دول كان عنده مشكله في الماده الثانيه وان دين الدوله الرسمي هو الاسلام. ولا واحد من دول. يجي بعد كده بعض المتسلقين يقول عايزين نعمل تعديل. اول حاجه اعدلها اعدل الماده الثانيه. بالحقيقه غير المسلمين عايشين في ظل الماده الثانيه دي. بالظبط. الماده الثانيه دي بتنص على ان دين الدوله الرسمي هو الاسلام. القضيه دي وان يعني الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. الموضوع ده مر بمراحل عبر دساتير مصر من 23 في الحقيقه كان دستور خلى تماما من مصدر التشريع. ما بيتكلمش على الشريعه ولا على اي حاجه ولا يخاطب المشرع بانه يستقي الاحكام منين اعتمادا على انه القانون الفرنسي هو مصدر التشريع. جه القانون يفسر قال ان مصادر التشريع الدستور ثم القانون ثم العرف فان لم يجد القاضي فيمكنه ان يحكم الشريعه الاسلاميه. ده كان اسوء دستور بلا شك اللي البعض بينادي دلوقتي عايزين نرجع لدستور 23. الله ما سؤال يعني فعلا في ناس مطالبات بتعاود شيء غريب جدا. دستور 23 هو اللي بيقول بالوراثه لان بيقول امرنا نحن ملك مصر التي ورثناها عن ابائنا واجدادنا ترضى بيها. عايز يصيغ بس ده امر مش ممكن. دستور 71 قال ان الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع. دي تساوي ايه مصدر رئيسي؟ ان في مصادر رئيسية اخرى. يعني كأنه بيقول الحكم لله ولغيره. يعني انتوا عايزين المصدر الوحيد. احنا بنقول في الحقيقة معلش هي هو النص يعني الحالي. قرأت هذا كثيرا. لا هقول لحضرتك. النص الحالي المصدر الرئيسي بالالف واللام اللي هو تعديل 81. تعديل سنة 80. التعديل ده المحكمة الدستورية العليا فسرته بحكم صريح وواضح. بان معناه ان اي مصدر اخر يعد فرعيا لا يمكن ان يخالف المصدر الرئيسي وبالتالي يعد باطلا. باقي ان المادة دي تفعل. باقي ان المادة دي يؤمر المجلس التشريعي او المجلس اللي بيسن القوانين بانه هو مجلس الشعب بان يراجع التشريعات المخالفة. لان روح الدستور لابد ان تكون واحدة. الدستور معبر عن روح الامة عن ارادة الامة عن عقيدة الامة. ده اعلى من الدستور في الحقيقة اللي هو المبادئ العامة للدستور المبادئ العليا للدستور. نعم. اللي بيستقي منها ارادة الامة دي بيعبر عن ايه؟ الامه دي 95% منها
غالبيتها بأي نسبة كانت من أهل الإسلام يعتقدون قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، مش الحكم لله ولغيره، لا الحكم لله وحده. نعم. التفسير بتاع المحكمة الدستورية العليا لهذه المادة إن الأصل لا يجوز مخالفته من الفرع، وبالتالي أي قانون يخالف المادة يخالف الشرع الإسلامي يعد باطلا. فضيل الدكتور، يمكن أنت أستاذنا في هذا، لما تقال مصدر الرئيسي غير لما تقال مصدر رئيسي. صحيح. لان الالف واللام يبقى حصرا خلتها ان الحكم الا لله. زي مثلا انا بقول مذيع اخبار في التلفزيون المصري غير لما اقول مذيع الاخبار، يعني انا المذيع الوحيد للاخبار في التلفزيون المصري. ايوه بالظبط كده. صحيح صح كده. صحيح فعلا. تمام. ما زي بقول كده، المصدر الرئيسي تساوي ان الحكم الا لله، الحكم لله وحده. نعم. مصدر رئيسي تساوي الحكم لله ولغيره. ولغير بالظبط كده. الدستور 23 يساوي الحكم لغير الله الا عند الضروره. وبالتالي مش ممكن نقبل هذا، ولا لا. الشعب يقبل، ولا الجيش، ولا الازهر. انا فرحت جدا جدا وسعدت جدا ببيان الازهر العظيم الذي يؤكد على ان الشريعه الاسلاميه لا يمكن المساس بها، وان هي الضمان الحقيقي والوحيد لغير المسلمين. طيب عايز اقول ايه الدوله المدنيه ورايك فيها ايه، وما تردد التقسيمات دي في الحقيقه. بعض كتير من الناس بيظنوا ان الدوله المدنيه ضد العسكريه، ومش ده مش ده المفهوم. الدوله المدنيه ده اصطلاح نشا في مواجهة الدولة الدينية في العصور الوسطى في أوروبا. العصور الوسطى في أوروبا كانت بتشهد تسلط كنسي من الكنيسة الأوروبية، كنسي في أوروبا عنيف جدا. وقف قصاد العلم، كان بيحرق من يخالف. جاليليو خد حكم بالحرق لغاية ما تاب من ان هو يقول ان الارض ايه كروية، او ان الارض تدور حول الشمس، وعشان اخترع المنظار، وعشان كل الحاجات دي عبارة عن هرطقة، لان خارج دين الكنيسه، او بالزبط. خارج علم الكنيسه. ايوه بالظبط. الكنيسه في ذلك الوقت كانت في حاله بتعمل سوق وغفران، بتبيع الجنه وتبيع النار وبتعمل كل اللي هي وتحلل ما تشاء وتحرم ما تشاء لغايه ما الناس انفجرت في النهايه. يبقى كانت في الحقيقه الطغيان ده كان يعني يتصدم مع العلم، ويتصدم مع العدل، ويتصدم مع حق الناس في حياه كريمه. مش مملوكين هم، ده هم كانوا كما وصف الله عز وجل اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح عليهم. فاللي حصل ان انفجر الناس، والثورة الفرنسية كانت بداية الانفجار، ثم تتبعت كل اوروبا عليها. فقالوا لا، احنا هنعزل الدين ده تماما عن في الحياة، الكنيسة بس، عن الحياة، واللي نعم. عايز يروح يروح، واللي مش عايز يروح ما يروحش، وكلهم تركوه في النهاية. وإلا اوروبا النهاردة عامتها لا دينية، مجرد المناسبات فقط هي اللي لها تعلق بالديانة النصرانية، لكن كل المبادئ ما لهاش ومش دعوة بيها. في التشريع قالوا لا نرفض ذلك، وفي السلطة التنفيذية قالوا ممنوع الدكتاتورية. احنا في الحقيقة يعني هم قالوا دولة مدنية وديمقراطية، مدنية يعني لا دينية، لا دخل لها بالدين. احنا ما عندناش الامر ده في الاسلام، وبالتالي التقسيم ده مش صحيح في الدولة الاسلامية، في النظام الاسلامي. النظام الاسلامي لا يندرج لا تحت الدولة المدنية ولا تحت الدولة الدينية في باصطلاح اوروبا. لان باصطلاح اوروبا معناها ان الحاكم له سلطان الهي، ممثل الاله في الارض، رب. كلامه كلام الاله، تحريمه تحريم الاله، نهيه نهي الاله، كل حاجة هو الاله، معصوم لا يرد له كلام. ممكن يطرد الانسان من الرحمة، ممكن يدخله الرحمة، ممكن يدخله الجنة، ممكن يدخله النار، والعياذ بالله. الكلام ده فين في الاسلام؟ الاسلام مفهوش كلام ده. نعم. الاسلام فيه ان الحاكم وكيل عن الامة في اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. اقامة الدين اللي هو الاسلام والايمان والاحسان، وسياسة الدنيا بالدين اللي هي ايجاد انظمة الحياة الاسلامية التي تتناسب مع الواقع، فروض الكفاية اللي عشان تنشئ افراد مسلمين في نظام التعليم والاعلام، الحسبة، القضاء، الحرب والسلم، النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي، نظام التكافل. انظمة متكاملة بتتبناها الدولة المسلمة، والحاكم فرد كسائر الافراد، الامة هي اللي بتعينه. ده في الاسلام هنجيله. بس أيوة. في خطابكم فضيلة الدكتور ياسر، يعني دائما تحدثون عن الديمقراطية وانتم غير راضين عن هذا المسمى، ليه؟ في الحقيقة الديمقراطية نظام نشأ في ضد الدكتاتورية. فزي ما قلت برضو، الإسلام ليس داخلا تحت هذه التقسيمات. الإسلام فيه محاسن عظيمة جدا في علاقة الأمة بالحاكم. زي ما قلنا، الأمة هي التي تعين الحاكم من خلال أهل الحل والعقد. الأمة هي صاحبة حق في عزله أيضا. الأمة بتسائله، أفراد الأمة وأحدها كلهم إذا أخطأ الحاكم من حقهم يصححوا له. حديث أبي سعيد الخدري حديث واضح جدا وجميل جدا. مروان كان خطب، بدأ خطبة قبل الصلاة، فقام له رجل، أبو سعيد الخدري كان ماشي معاه، حاول أن هو يمنعه، فتخلص منه، خطب في العيد قبل الصلاة، فقال رجل الصلاة قبل الخطبة،
فقال مروان قد ترك ما هنالك، خلاص بطلنا الموضوع ده. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طبق الحديث على مين؟ على الحاكم. إن الراجل اللي بينكر على الحاكم ده أدى ما عليه، ده علينا مش لينا بس كمان، ده أمر علينا إن احنا نعمله. الحاكم ده في الدولة الإسلامية إذا ارتكب أي جريمة يعاقب عليها، وده كان بيتم تطبيقه في الصحيحين حديث شرب الوليد للخمر. عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء شاهد، شهد إن هو شرب الخمر، كان بيصلي بيهم قال لهم صلي بيك أربعة وهو سكران. واحد تاني شاهد إنه بيتقيأها، فقال يا علي قم فاجلده. فقال علي لحسن بن علي قم فاجلده. فقال ولي حراء من تألق الراء، قال له قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده. قعد يجلده 40 وهو ده امير، زي دلوقتي رئيس دوله في الحقيقه، لان الدوله الاسلاميه في عهد عثمان كانت مصر عباره عن ولايه من ضمن الولايات. فده النظام ده الحاكم ليس له سلطات مطلقه في الاسلام. محاسن النظام الاسلامي خدتها الديمقراطيه وزودت معاها مصيبه عظمى. طب لو جينا الكلمه الديمقراطيه هجيبها الشعب بالشعب لصالح الشعب. اما الحكم الاسلامي ان الحكم الا لله. صحيح، ما انا بقول الديمقراطيه خدت محاسن النظام الاسلامي وحطت عليه حته ثانيه، وهي ان التشريع حق للبشر. عشان كده بنرفض مصطلح الديمقراطيه على بعضها. احنا مش معناها ان احنا نرفض المحاسن الموجوده، دي محاسننا احنا. ان الامه تسال الامام، تحاسبه، تراقبه، يمكن ان تعزله كما ذكرنا، هي اللي بتعينه. فرد من الافراد، هو وكيل للامه، مش ان هو سلطان الهي. وبالتالي فالحقيقه ان النظام الديمقراطي الغربي في جزء غير محتمل عندنا، وهو ان الامه اذا ان هي مصدر السلطه التشريعيه. لا، احنا نقول مصدر السلطه التشريعيه الوحي، القران، الوحي المنزل. قال الله، قال رسوله، اجمع اهل العلم. اما السلطه التنفيذية مأمورة بأنها تنفذ هذه الأوامر الإلهية، تتحرك داخل هذا الوحي الإلهي بالضبط، وليس أن من حقهم أنهم يغاروا. وللأسف الشديد أن المستوردين النظام الديمقراطي ده بيمتحنوا الإسلاميين في هذه المسألة الخطيرة. يعني لو كانت صناديق الاقتراع هتلغي التشريع الإسلامي والشريعة الإسلامية، هتقبلوا وتقبلوش؟ يقوم بعضهم يقول هنقبل. لا، احنا بنقول لا، ده مستحيل. اولا الشعب عمره ما هيقبل ذلك. طب عايزين نقول رؤية فضيلتك دكتور ياسر للدولة الدينية اللي هي مرفوضة، الدولة الدينية المرفوضة ومرفوضة مننا، ان يكون الحاكم له حق الهي. ان معناه انه بيحكم باسم الاله. لا، اما الدولة الدينية يعني دولة تقوم من اجل اقامة الدين الاسلامي وانظمة الحياة الاسلامية واساس دون الدين، ده واجب ان يكون بلا شك. وده بنقول المادة الثانية بتعبر عنه. وإن لم تطبق بعد بالدرجة الصحيحة والكاملة، لكن بنقول أمل للمستقبل. نعم، الأجيال القادمة الإسلامي، الأجيال القادمة هتطبق المادة دي. بدل ما أرغم رئيس الدولة، لو اتغدرت المادة دي هيكون في خطر إيه؟ لو اتحطت إلى مصدر رئيسي للتشريع. مصدر رئيسي زي ما قلنا تساوي إيه؟ يعني الحكم لله ولغيره. في جزء لله وجزء لغيره. لما يجي يحلف رئيس الدولة على احترام الدستور، ونائب الرئيس، ورئيس الوزراء، والوزراء، وضباط الجيش، وضباط الشرطة، وأعضاء مجلس الشعب، أعضاء مجلس الشورى، كل دول هيقسموا على إيه؟ على كتاب الله. لا، بيقسموا على احترام الدستور، بيقسموا اللي هو في تشريع غير الله. هل أقبل هذه المسألة وأقول حاجة بسيطة؟ يعني الألف واللام فرقت؟ لا، ده مش ممكن. كل الناس دي حتى هتقسم على احترام أن الحكم لله ولغيره؟ لا، ما نقبلش ده. مسألة خطيرة والله جدا. اللي بيقولوا التعديل مش مهم، وانتوا عايزين ايه؟ مش انتوا عايزين حرية وخلاص؟ مش عايزين تدعوا على الله وخلاص؟ ما هتحقق لكم كده. هو هي الجماهير دي قامت، والثورة قامت عشان تعدل المادة التانية. تخيل في عادل او منصف يقول ان الجماهير دي والشباب ده خرج لانه متضايق من المادة التانية؟ طب نعمل استفتاء، لن تجد واحدا يقول هذا. المشكلة في الاستفتاء انه بيتعرض الدستور على بعضه. وبالتالي فاحنا هنجد مضطرين ان احنا ندعو الشعب كله انه يرفض الدستور على بعضه. هنخش في دائره مفرغه اذا الماده دي اتغير فيها شيء. وبالتالي وهنبذل كل جهد ممكن لايقاف هذا التعديل. الحمد لله ان يعني قبل تنحي الرئيس كان قال ان هو بيعد مواد محدده بس اللي هيغيرها، اللي هي فعلا في الحقيقه كانت متفصله بطريقه معينه على ابنه، تعمل حاجه عقدة في المنشار للتوريث. نعم، تمنع ان السلطات كلها محطوطة في الحزب الحاكم، وهو الحزب الحاكم اللي عمل انتخابات بالطريقة المعروفة ادت الى هذا الانهيار الانفجار. طب انا عايز اوصل للصفات او واجبات الحاكم المسلم والصفات الذي ينبغي ان يتحلى به. ووسط كلامنا وضحنا، احنا قلنا عايز واجباته ايه؟ على اساس ايه؟ واجباته اتنين. اقامة الدين. ايه الدين ده؟ الاسلام.
الإيمان الإحسان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه أتاكم جبريل جاء يعلمكم إيه دينكم. يعني عايز يقيم الإسلام يعني يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الناس بغير إكراه من غير إكراه ما فيش إكراه في الإسلام لا إكراه في الدين. إحنا ما بنغربش حد للدخول في الإسلام لكن بنفس الوقت نحافظ على هوية الأمة. يقيم الصلاة في الناس يدعوهم إلى إقامة الصلاة إقامة تركها لابد من إيتاء الزكاة الناس تجمع منها الزكاة لأن ده النظام الاجتماعي في الإسلام والنظام الاقتصادي قائم على ذلك. تيسير الامر بالصيام ومنع الناس من المجاهره بالفطر في رمضان وان الله لازم بالسلطان ما لازم القران. تيسير الحج والعمره اقامه الحلال والحرام في كل مناحي الحياه ان انا عايز اوفر للناس كسب كريم في البيع والشراء والاجاره والمشاركه والمضاربه وكل والزواج والطلاق الحاجات دي كلها تبقى مصبوغه بالحلال وتجنب الحرام. تقسيم المواريث ما يبقاش فيه اي تغير ده وظيفه ان هو يقيم الاسلام يقيم الإيمان يدعو إلى التوحيد يدعو بيخلي الناس تدخل في الإيمان إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر خير تبقى قضايا هي القضايا المطلوب إن احنا نقولها للناس مش إن أنا أعلم الناس إيه مثلا على سبيل المثال أنواع بقى الفنون وأنواع بقى الفلسفات وأنواع آلهة اليونان القديمة يعني أدخلهم كما يقال بالعامية في حارات سد يعني أنا عايز أعرف يعني الناس اللي ما يعرفوش يصلوا ويصوموا طلاب الجامعات ولا يعرفوا ممكن يعرف بعضهم لا يحسن ان يقرا القران ويدرسوا على سبيل المثال انواع الهه اليونان والرومان والاله الفلاني كان بتاع كذا والاله الفلاني كان بتاع كذا وإيزيس وزريس لا ده بسيطه دي ده انت حافظها لكن ده في الهه عجيبه وقصص عجيبه واساطير. طب انا عايز اعلم الامه كل هذا الكلام ولا عايز او يطر عليهم الشيعة بمنطقهم وفلسفاتهم والخطر اللي جاي يلخبطوا الدنيا الخطر اللي جاي ما هو لو الناس ما اتعلمتش العقيده في الصحابه وآل البيت وان بينهم وئام لا خصام الحقيقة ان الصحابة وآل البيت جناحين لهذا الطائر وانهم كلهم ليس بينهم عداوة ولا بغضاء. يدهمني وكلامكم يعني غير مقطوع فضل دكتور ياسر يعني كيف تتم احنا قلنا الحاكم بيتم رقابته شعبيا كيف تتم محاكمته ومراقبته. انا ضربت امثلة من التاريخ القديم في التاريخ الحديث في نوع من ذلك في الدولة السعودية لما الملك سعود ادى بالبلاد الى انهيار شديد جدا جاء اجتمع العلماء مع اهل الرأي من اصحاب الوجوه من العائلة الحاكمة وقرروا الشيخ محمد ابراهيم قال يا سعود احنا عزلناك وعيننا فيصل ده امر وارد جدا يكون في لا شك ان متاح حاليا في العلماء والامراء يكونوا هناك في وئام وعين بينهم مش ان العلماء يكونوا تبع للامراء يعني مجتمعين على كتاب الله بالضبط ويقولوا العلماء يكونوا هم الذين يحكمون على غيرهم مش بالقهر لكن بالعلم وبانهم لهم سلطه ادبيه وليس ان الامراء هم اللي بيتحكموا في العلماء لا دي انما اصحاب السياسه الشرعيه كما يقال بالضبط كده الاثنين دول هم اصحاب الرقاب على 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 الحكومه وبالفعل في المملكه يعني لا يتحركون الا الا بالرجوع بعد الرجوع للمسلمين يا رب يسر ذلك يا رب. نعم طيب هل يوجد في الاسلام عزل للحاكم؟ بلا شك ان فيه اذا كما ذكرت الامه هي التي تقيمه وهي التي تعزيله كذلك. ايه الاسباب بقى يعني يعزل امتى؟ الامام الجواني بيقول اذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه فلاهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه. والمثل سعود ده لا ده مثال ده الامام الجواني قبل كده بكتير. لا انا حصل في عهود المماليك كتير جدا وحصل في عهود ايضا في الدوله العباسيه في امثله كثيره في التاريخ في ذلك فبنقول هذا سلطان العلماء عليه الصلاه والسلام باع المماليك السلاطين وكانوا سلاطين كانوا سلاطين واصر وقالوا حاضر نتباع وتحط الفلوس بتاعتهم في بيت المال عشان يبقوا احرار علشان شرط الحريه من شروط الايمان. طب فضيله الدكتور طلبتم في مؤتمركم السلفي يعني بضروره اصلاح المؤسسه الامنيه ما هي رؤيتكم لهذا الاصلاح؟ بالتاكيد مواطن الخلل كمان بالتاكيد ان في خلل خطير جدا حصل. اولا الشرطة لابد من وجودها ولها دور كبير جدا لابد ان تقوم به ولابد ان يعلم افرادها ان وجودهم فيها لاجل خدمة الناس فعلا ولاجل حفظ امنهم ولاجل تيسير حياتهم بطريقة صحيحة وليس انها فرصة لاخذ المكاسب منهم ولاذلالهم وانتهاك ادميتهم. لا هو ده تراكم عهد 30 عهد سنه يعني صحيح كابتل انا لازم احنا قلنا امن دوله ومش امن دوله احنا انا هقول لحضرتك احنا قلنا في البيان رقم 3 بتاعنا ان احنا نرفض التعميم الظالم مش كل افراد الشرطه كذلك. بلا انا اعرف شخصيا عايز اقول اخوه افاضل من ضباط الشرطه والعاملين فيها
ولكن هذا هم على خلق عظيم جدا وفعلا بيحب يخدموا الناس. انا بقول الكلام ده مش مجاملة لحد، وإلا فالأمر الآن ليس وقت مجاملة، ده كثير جدا بيبقوا فترة شماتة، ولكن انا لا احب الشماتة ولا اريد الشماتة ابدا، ولكن فعلا بيقول ما فيش تعميم ظالم، بس في قطاع عريض لابد من ان يتأهل من جديد. نفسي يعني يكون حاجة حاسمة ان اللي يدخل كلية الشرطة مش برشاوي بتدفع بالتلاتين واربعين الف عشان يدخل الكلية علشان هو هيعرف يحصل بعد كده بوسائل غير شرعية اكثر من ذلك. نقول لا، لابد من اعداد صحيح لكل المتعاملين في الشرطة ابتداء من المجند حتى اكبر الضباط. وتأهيل الموجودين واختيار العناصر ذات الامانة والكفاءة لتتولى المناصب ذات يعني التأثير وتتعامل مع الجمهور. الفساد انتم شايفين لازم تعالج بالتأكيد لابد، وهم اكيد هم عارفين كده كمان. طيب المؤسسة الإعلامية كان لكم رأي فيها سواء كانت قنوات حكومية أو خاصة؟ أما القنوات الحكومية فكانت ماشية بعقلية العهود اللي من 40 سنة تقريبا، والصحافة كمان، والصحافة الصحفية الكبرى للأسف ماشية بنفس الأسلوب العجيب الذي لا يحترم معلومة، إن وجدنا أباءنا على أمة، وللأسف المداهنة الشديدة للنظام القائم مش محاولة نقد وإصلاح، احنا عايزين نقد. ما كانوش مصدقين عشان الامتيازات اللي كانوا حاصلين عليها دكتور ان هو ممكن يمشي، مستحيل. وكان حد يتخيل يا لما تلاقي مثلا بتاع الاهرام بياخد له 2 3 مليون في الشهر ومش عارف مين بياخد، كان ملكا ذا اوتاد. سبحان الله، كان ملكا ذا اوتاد. ولكن هزه امر الله سبحانه وتعالى. لكن المؤسسة الإعلامية بالتأكيد الداخلية فقد الثقة والمصداقية تماما. ليه؟ الأهرام بعت اعتذار النهاردة والأخبار، يعني احنا بنعتذر لجماهير الشعب المصري. وليه؟ لابد ان العقل قوم كمان يتعالحوا هم كمان. وكذلك المجلات التي افسدت افسادا كبيرا، تجديد الدماء يعني. طبعا بلا شك، واكيد في شرفاء كتير جدا في الصحافة وفي الإعلام، والقنوات الفضائية الأخرى كتير جدا منها كان يعني دائما يضخم كل شيء، يضخم انواع كثيره جدا احداث انا كنت تبقى قدامي. وعارف ايه اللي اوقع فيها، ابص الاقي القنوات الاخباريه بتنشر كلام تاني خالص. قالوا انفجار بمصنع ابو قير للاسمده وتصاعد الابخره السامه، واتصلت بالاخوه هناك اللي جنب المصنع، ايه اللي حصل؟ قالوا ده في بتاع حريقه صغيره ولعت في مصنع ادويه قديم جنب ابو قير الاسمده. الله، الاخ بيحكي لي له مكتبه جنب جامع ابراهيم، فبيقول لي شايف المظاهره مثلا بتاعت مثلا 600 700 واحد 1000 واحد. اطلع في بعض القنوات زي الجزيره يقول لي 250 الف متظاهر. انا بقول احنا يعني لازم يكون في مصداقيه، بالظبط، ما تكونش في اجنده معينه. فين المهنيه بقى؟ احنا بعتنا كل بياناتنا بما فيها المؤتمر اللي احنا بعتناه لكل معظم القنوات. ما في خبر على الاطلاق. لا، هو بس بيزاي الخبر اللي يؤيد الفوضى النظر والسقوط. لا، وجهة النظر اللي ماشية بها هذه سياسة القناة. المحطة بالظبط. لا، وده مش زي مثلا ما سمعنا مثلا ان 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 اي قناة ايا كانت الجزيرة او غيرها جابت مثلا اي حاجة مضيئة في، يعني مثلا عندكم مكتبة اسكندرية، ما شفناش ليه فيلم تسجيلي في الجزيرة عن مكتبة اسكندرية وهذه العظمة، ودي انها من اكبر مكاتب العالم بعد مكتبة الكونجرس. لكن دائما ما تأتي بنقاط السوداء. احنا عايزين انصاف، بالظبط، عايزين في الاعلام صدق وانصاف ومراعاه للمصلحه، نقد بناء لا هدام، تجنب الكذب والغيبه والنميمه، اللي فيه فعلا غيبه ونميمه، في اتجاه معين لنشر سلبيات فقط. مش انا مش بتكلم على الحكومات، انا بتكلم حتى على ما يقع في المجتمع، لابد ان يكون في انصاف. يعني ذكرك يعني احد رؤساء مجالس تحرير مجله روزا اليوسف، هنقول كده اللي هو كمال ده، وقال انك انت اخطر رجل، يعني انت عارف اخطر رجل في العالم يعني في مصر. في مصر بس هو ما قالش كده، هو قال اخطر رجل ضد مصر. ضد مصر، وإن الله إلا رجل. يعني إيه الحمد لله اثبتت الاحداث يعني ان احنا من اكثر الناس حبا لبلدنا، وان احنا يعني من اكثر الناس رعاية لمصلحتها. وانا ادعو الى ان يتوب الى الله عز وجل واستغفره عما كتب، مش عني لوحدي في الحقيقه، هو كتب عني وعن اخواني وعن الدعوه، وكان مهيجا للغايه، وفي الحقيقه بلا شك ان هذا كان ظلما بينا. ده كان في الاحداث ولا كان قبلها؟ كان قبل، بعد احداث الكنيسه،
والإخوة يعني ما هو أصلا مش عارفين يرموا بلواهم على مين ولا حول يعني النظام مش عارف يرموا بلواهم، فخلى أبواق الدعاية زي كمال ده وغيره والكل وغيره. يعلم أن الإخوة لا دخل لهم بهذه، وتبين بعد ذلك من غالبا يكون له دور في ذلك. على أي الأحوال إحنا بنقول أن مثل هذا الأمر كان في الحقيقة ظلم بين، والله عز وجل هو الذي ينتصر المظلوم، لا ربنا يجيب دعوة المظلوم ولو كانت من كافر. طيب. فما بالك إذا كان مسلم وما بالك إذا كان دعاء إلى الله عز وجل. نعم. الحمد لله هو كان عملنا صراحة يعني دعاية كبيرة جدا يعني. أتت بنتيجة عكسية. فعلا. أي رب رامية بغير رامي. سبحان الله. رامية بغير رامي. طيب عايز أقول في نهاية ثورة شباب 25 يناير. 21 صفر. 21 صفر. كانت ثورة ضد حقوق شرعية، يعني أنا حتى كنت فضلت دكتور ياسر كنت ضد كلمة مطالب التي يقولها السيد عمر سليمان أو يقولها الإعلام الرسمي، هي ليست مطالب هي حقوق للشعب. نعم. يعني تماما تمام زي اليهود مثلما اليهود يقولون على الفلسطينيين، يقول المطالب الفلسطينية ولا يقول الحقوق الفلسطينية. يعني خدت عشان تنزلها شوية وطلعتيني عشان، وهي مقصودها كمان فضلت دكتور ياسر يعني ونحن نتعلم منكم ان مطالب يعني ايه ده مطلب ليك فممكن يكون شرعي ممكن يكون غير شرعي. صحيح. انما لما تقولي حق ده بقى انا معنيش حل انك انت لازم ان انا نفذهولك. لازم تاخده. فاليهود يقولون عن حقوق الاخوة الفلسطينيين المطالب المشروعة للفلسطينيين. هكذا كانوا يتعاملون مع الثورة في الاعلام الحكومي ويقولوا المطالب المشروعة، المطالب هي حقوق وليست مطالب. صحيح. طيب. صح. عايز اقول هذه المكاسب والحقوق المشروعة التي كان ينادي بها الشباب وينادي بها الشيوخ والنساء والأطفال، يعني حتى في أطفال كانوا بيقفين معهم حاجات بنشوف في الإعلام يقول لك ارحل مش عارف ايه، يعني كيف تثمن هذه المكاسب وماذا يعني او كيف توظف لكي تصب في المصب الإلهي؟ بلا شك ان هذه المكاسب المحافظة عليها من خلال سلوك الشعب، خلال سلوك الأمة. نعم. سلوك الأمة بأن تتغير هي من داخلها أيضا حتى يولي الله عز وجل عليها من هو أصلح. لأن دي بأمر الله سبحانه وتعالى. الله الذي غير الأحداث كان ممكن تسير في اتجاه تاني خالص. في مظاهرات كانت أعنف من كده في بلاد وجهت بطريقة أخرى. أحداث الميدان السماوي في الصين مثلا أنا كانت بالنسبة لي عبارة عن حاجة رعب قدامي. الدبابات اكتسحتهم ومش 300 واحد ماتوا، ده كان 10,000 واحد تقريبا ماتوا والناس طحنت طحنا. انا كان قدامي سيناريوهات خطيره زي اقليم سوات اباده والغرب بيواركها. فالحقيقه الله عز وجل الذي قذف في القلوب وبالنسبه لموازين القوى العالميه عشان يحصل التاثير ده عشان تبقى الثوره دي باقل الخسائر لاقامه الصلوات في الميدان برحمه الله سبحانه وتعالى ودعاء الكثيرين والدعاء فعلا، ولعل هذه من إجابة الدعوات. نعم. أنا بتذكر كده يعني ربما دعوة مظلوم واحد فضلا عن مئات فضلا عن آلاف المظلومين. المكاسب دي تحقيقها بتغيير سلوكنا بأننا احنا ندفعش رشوة، نتعاملش بالربا، ما نفعل لا يفعل شبابنا الفواحش، لا بناتنا ما تتبركش، ما شبابنا ما يعكسش البنات، اللي كل واحد دور على عمل شريف ما يقولش أنا أبيع مخدرات او اسرق عشان يطلب مكسب سريع من حرام. لا حتى لو جوعنا شوية حتى لو بقى في صعوبة في انواع المكاسب، عايزين حرب ضد المخدرات دي اللي تفتك بالشباب، كمية كبيرة جدا من الشباب يتعرض للمخدرات فترة عصيبة جدا وما زالت في الفترة دي وهي انتشار تجارة المخدرات وادمان المخدرات خلال فترة الغياب الامني ومش عارفين نعمل ايه فيها، وللأسف سيطرة عنيفة جدا للمخدرات على افراد على الفرد المدمن. احنا بالتاكيد عايزين نتغير، عايزين نكون في صدق، عايزين يكون الموظف اللي بيشتغل يكون يؤدي على قد فلوسهم ولا يدي المقوله اللي كانت بتقول لك على قد فلوسهم، لا ده يدي لانه حاسس دوره انه يخدم الناس فضلا عن ان احنا نحافظ على اسلامنا وايماننا واحساننا، نحافظ على اخلاقنا السويه، نحافظ على عبادتنا. احنا دي التغيير الحقيقي اللي احنا عايزينه فعلا، وده اللي ربنا حذرنا له غير بيه. طب من خلال شاشه صفا للدكتور ياسر وفرصه نقتنصها وانت العالم الكبير والداعي، استغفر الله انا مش عالم انا يعني لا نزكيك على الله، انا ارجو الله انكم يعني انتم اشهر مما يعني نتمنى الشهرة في الدنيا والاخره، استغفر الله تعالى. فيعني كيف توجهون يعني الشباب والقائمين على هذه الثوره والشعب المصري لكي يكون هناك دستور اسلامي
لكي تتجه مصر الى الطريق الالهي الصحيح؟ كيف تصب كل هذه المكاسب الى هذا الاتجاه؟ الاول حقيقة ان الثورة مش حد قائم عليها. لو حد عايز يركب عليها دلوقتي يقول انا قائد الثورة، لا، الثورة قامت لقطاعات هائلة من الشعب اجتمعت على مسائل معينة كلهم حصل لهم ده، وليست جوعا فقط يعني. لا يعني في أيوة يعني لا. كان فيها ناس يعني من الطبقة العالية، ظلم وجوع وحرية، حقوق آدمية في الحقيقة، حقوق الإنسان اللي ربنا كرمه، بلا شك الحاجات دي كلها هي اللي جمعت الناس دي كلها وانفجرت مرة واحدة بقدرة الله كما ذكرت. وبالتالي فنقول أنا بنوجه الجميع إلى أن احنا عايزين توبة صادقة إلى الله عز وجل. وأنا بقول برضو أنا عايز أكد أن الدستور المصري أوقف العمل به، ليس لم يلغى، علشان احنا أنا عندي خوف وقلق من إعادة صياغة الدستور كله مرة واحدة تانية. لا، الدستور لم يلغى، في مواد معينة فعلا كان فيها ظلم وعدوان، نعم، هي دي محتاجة تغيير، متفصلة بطريقة معينة تتعدل المواد دي وتراجع في ضوء المبادئ العليا للدستور التي هي عقيدة الأمة التي هي كتابها المنزل، هي أعلى من الدستور المبادئ العليا دي، ونصت عليها المادة التانية، وبالتالي كل المواد ينبغي أن تعاد في ضوء هذه العقيدة والعقد الاجتماعي للأمة باسم الديمقراطية، باسم اطرحوا مادة والناس تشوف باسم الشورى، خلينا في الديمقراطية يا حياتي الدكتور، احنا اتفقنا ديمقراطية يعني بدون تشريع لغير الله، يحصلوا باسم الديمقراطية على هذا بدون المكسب، تشريع لغير الله. بدون تشريع لغير الله. وهذه المسألة بنقول فعلا انا متأكد ان الشعب لن يختار الا الاسلام بإذن الله ان شاء الله. جزاكم الله خير. طيب يعني انا مش عايز انهي والله حديثي، لكن يعني ماذا يعني كنت تريد ان تقوله في هذه الحلقة حول كل الاسئلة التي سألتها وكنت انا قد قصرت في ان اسألك عنه؟ انا كده كويس خالص، بس انا اختم يعني بالدعاء، اللهم احفظ بلادنا امنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا رحمة من عنده. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. وصية لكل من يتولى الأمر أيا من كان خلال الفترة الانتقالية ومن بعدها، أقول كونوا أبناء أمتنا، لا تكونوا أبناء أعدائنا منا. تكون وجهتكم إلى مكة، قبلتكم إلى مكة لا إلى أي عاصمة غربية، تكون إرادتكم في تحقيق أحلام الأمة في حياة كريمة في ظل شرع الله لا تحقيق أحلامكم الشخصية. أقول أن لا تتولوا أعداء الله عز وجل، أعداء الإسلام، أعداء الأمة، مثلهم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، وهو لا يخاف الله، ولكن هكذا طبيعته، هكذا طبيعته، يلقي بأعوانه إلى الجحيم. فالسعيد والمعذر غيره. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة، وكنا معكم في ضيافة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي الداعية الإسلامي الكبير. أشكره باسمكم جميعا في نهايتها، شكرا لك دكتور على تشريفك، وكنا قد تناولنا فيها بعضا مما قام بالترويج للمساس بالمادة الثانية من الدستور، وطوفنا فيها حول دور السلفيين والدعوة السلفية التي قامت بدور هام في محافظة الإسكندرية وعلى مستوى الجمهورية المصرية في عودة الناس إلى ربهم وإلى دينهم، والتذكير بأنه حرام الاعتداء على المال العام وغير ذلك مما أوردنا، وصفات الحاكم وغير ذلك مما أتى في هذه الحلقة. لا أريد أن أكرر في النهاية، أشكر حضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم اليومي حول مصر المحروسة، حول مصر الكنانة وهي مصد الأحداث. شكرا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.